بالقرية الفلاحية ببلدية سيدي عكاشة، شرع الحاج أحمد في بناء ورشة عمومية لأبناء القرية والتي تفتقر لعديد الخدمات والمرافق. عطيتهم الأرض بيديروا جسم مصير، وعدوني قالوا لي باللي نديروا واحد وليدك يخدم ثم ولا نشوفوا له بلاصة أخرى. وعدوني من ذيك الساعة للحد الآن ما كان والو، وزادوا راحوا كتبوا عليا في شلف غيابين باللي بعت لهم ولا مانيش عارف، وداروا كتابيين عند النوتير. غرف شبه جاهزة لم يتبقى منها إلا القليل للانتهاء من هذا المشروع، لكنه توقف والسبب إدارة تعرقل لنا، إدارة تاع هنا في سيدي عكاشة وفي شلف. درنا دوموند وقالوا لي لازم الأرض تكون في اسمك، وانا الاب تاعي ما قدرش يكتب لي اسم الارض هذه في اسمي كاع. الملف يعني غير موجود لدى المصالح تاعنا، الا انه هو تقدم لنا طالب فيما يخص بنايه، طلب رخص البناء، وتشكلت لجنه تاع الشباك الموحد وين عينت المكان في وقت فات. الملف رفضوه، الا ان احنا طلبنا التاجيل تاعه، وكنا لهم يعني ممكن تشوف مع مصالح صنع الغاز باش يديروا التحويل تاع الاسلاك الكهربائيه. كل ما يتمناه الحاج احمد اليوم التفاته جديه من السلطات واعاده النظر في ملفه ومساعدته في تجسيد مشاريعه لخدمه ابناء قريته.